وقعت اتفاقية تعاون بين جمعية الكاريتاس الأردنية ممثلة بمديرها السيد وائل سليمان، ومركز سيدة السلام ممثلا بالأب شوقي بطريان راعي كنيسة سيدة السلام، ومؤسسة فرسان مالطا الدولية ممثلة بسفيرها في الأردن السيد لورنزو بورقيزي، ورئيس هيئة الإغاثة الإيطالية التابعة لمنظمة فرسان مالطا جيراردو سولار ديل بورغو. وقد أقيم بهذه المناسبة احتفال كبير حضره وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح والمونسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية في المملكة، والمونسنيور جمال خضر النائب البطريركي للكنيسة اللاتينية في الأردن، والبطريرك فؤاد طوال، وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية. وقد تضمن الاحتفال مباركة الوحدة الطبية المتنقلة وإقامة بازار يحتوي على منتجات من مركز سيدة السلام وجمعية الكاريتاس، فيما تخلل الحفل باقة موسيقية وغنائية ممتعة بقيادة الأستاذ طارق الجندي وبصوت مجموعة من الأطفال من جنسيات متعددة جسدوا بأدائهم مشروع الموسيقى من أجل السلام. إذن في هذا المكان المكرس لخدمة أفقر الفقراء ومركز سيدة السلام لذوي الاحتياجات الخاصة، قمنا اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم واتفاقية مع فرسان مالطا ومع كاريتاس الأردن، والهدف من هذه الاتفاقية هو العمل على توفير عيادة متنقلة للوصول للأشخاص الذين لا يستطيعون المجيء إلى هذا المركز لكي نخدمهم، وخاصة في موضوع التأهيل والعلاج الطبيعي، ذلك الكثير يعانون من بعض المشاكل بسبب الشلل بسبب حوادث وبحاجة إلى تأهيل وبحاجة إلى علاج طبيعي، وسوف نحاول أن نصل إليهم من خلال هذه العيادة المتنقلة. ويوم الخميس هو أول زيارة إلى مدينة المفرق، حيث سوف نقوم ب معالجة العديد من المصابين والذين بحاجة إلى العلاج الطبيعي. شكرا للجميع وخاصة فرسان مالطا، وشكرا إلى كاريتاس الأردن ومركز سيدة السلام، والشكر أيضا لجميع من ساهموا ودعموا هذا المشروع.